واش بصح خصك تشري المشاهدات ولا المتتبعين؟ هذا حسوا جيب. سلام صحابتي العزاز، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير. في الفيديو ديال اليوم كيف ما شفتوا بالعنوان غادي نشارك معكم شي حوايج بغيتو تعرفوا على يوتيوب ولكن حتى واحد ما كيقولها لكم. يعني انا بغيت نشارك معكم شي حوايج اللي تعلمتهم في هاد المده هادي اللي تقريبا دابا حنا راني عامين وانا في يوتيوب دابا، بزاف ديال الحاجات عرفتهم ما كانت عندي عليهم حتى شي فكره، ولهذا قلت علاش لا غادي نهضر في هذا الشيء، غادي نشارك مع البنات تجربتي. وبغيت نوضح لكم واحد الحاجه لانها تجربتي انا، ما غاديش نشارك معكم ونقول لكم يعني جميع اليوتيوبرز كيوقع لهم هذا الشيء ولا جميع اليوتيوبرز وقع لهم هذا الشيء ولا عندهم هذا الشيء ولا ما عندهمش هذا الشيء. انا كنشارك معكم داك الشيء اللي جربت. لهذا كل شيء اي حاجه سمعتوها في هذا الفيديو كتبقى يعني تجربتي الخاصه. ولهذا خليت لكم واحد الصوره في الانستغرام، قلت لكم خليوا لي شنو هما الحاجات اللي بغيتو تعرفوا على يوتيوب. صراحه ما جاوبتوش بزاف، لهذا ما كانوش الناس بزاف اللي كتبوا لي الحاجات. لهذا درت فيديو على الاسئله اللي كيجيوني تقريبا دائما في البريفي، اللي كيكتبوا لي البنات اللي بغاو يبداو قنوات ولا البنات اللي كيجيهم غير الفضول بغاو يعرفوا. لهذا قلت علاش لا ندير هذا الفيديو هذا ونوضح لكم بزاف ديال الحاجات اللي انا كيف ما قلت لكم وضحوا عندي يمكن. المهم نبداو اول حاجه البنات هي الحاجه اللي كتسولوها بزاف 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 بكم، يعني هذه يوتيوبرز ولا غير يوتيوبرز، هي شحال هو الربح في يوتيوب. بغيت نقول لكم واحد الحاجه على هذه القضيه، هو انه الربح يوتيوب ولو تقول لكم واحد اليوتيوبر شحال كتربح، يعني ولو تقول لكم انا كنربح القد والقد والقد، ما عمركم تعرف تقولوا بان فلانه راه عندها نفس مثلا فلانه عندها مليون مشاهده في واحد الفيديو جابت مليون اورو ولا نقولوا مليون دولار نو، وتمشيو تشوفوا عند فلانه عندها حتى مليون مشاهده تقدر تجيب 100 دولار ولا 200 دولار، يعني شوفوا الفرق الشاسع اللي كاين بيناتهم. لهذا ما عمركم تديوها على هذا الشيء وتسمعوا فلانه كتخلص هذا الشيء وتقولوا فلانه حتى هي كتخلص هذا الشيء نو، ما تديوهاش على هذا الشيء لانه لا علاقه. انا عندي بزاف صحاباتي يوتيوبرز اللي حنا مع بعضياتنا شحال مره كنقارنوا بين فيديوهات، اللي مثلا عندنا 100000 مشاهده كنشوفوا هي عندها 100000 مشاهده شحال جبنا ديال الفلوس، كنلقاو لا علاقه، يعني كتلقاي لا علاقه. شي وحده تكون 100000 مشاهده جابت فيها يعني شويه ديال الفلوس، شي وحده جابت 100 دولار على هذيك 100000 مشاهده. لهذا نقول لكم شنو هما الحاجات علاش تقريبا يوتيوب كيركز. مثلا انا حطيت لكم واحد الفيديو اليوم جاب 10000 مشاهده في النهار، يعني في 24 ساعه الاولى، يعني يقدر هذاك الفيديو يجيب لي 10 دولار يقدر، لانه تقريبا كيقولوا يعني كل 1000 مشاهده كتجيب دولار دولار وشي حاجه على حسب عاوتاني الفتره ديال الاشهارات. يعني كاين شي مرات كيكون الاشهارات كيحطوا يعني اشهارات بزاف في الفيديوهات ديالنا، وشي مرات نو ما كيحطوا حتى شي اشهار ولا كيحطوا اشهار واحد، فهذيك الفتره ما كيكونش الخلاص، يعني ولو تجيبي 100000 مشاهده كيجيبوا الفلوس شويه ناقصين، ولكن فاش يكونوا الاشهارات سي كيكون شويه الفلوس طالعين. لهذا ركزوا ثاني على هذه القضيه. تقدروا مثلا تدخلوا نتوما الفيديو ديالي كما قلت لكم تلقاو فيه 100000 مشاهده، تقدروا تدخلوا فيديو اخر تلقاو فيه 100000 مشاهده، ولكن ما عمركم تقولوا راه جابوا بحال بحال الفلوس. علاش؟ لان تقدر مثلا الفيديو ديالي تشاف بزاف، يعني شفتوا 5 دقائق من 10 دقائق اللي حطيت لكم في الفيديو، لهذا غادي نتخلص انا اكثر من البنت لا دخلتي الفيديو ديالها وشفتي عندها غير 2 دقائق ولا دقيقه واحده، يعني كيبقى عاوتاني علاش شحال الناس كيشوفوا من دقيقه في الفيديو ديالك. وعاوتاني واش شفتي الفيديو كامل ولا بديتي كتنقص؟ فاش كتكون كتنقص في الفيديو ما كيكون حتى شي مدخول، يعني كتكون شي حاجه قليله بزاف بزاف بزاف، ماشي بحال بقيتي كتفرج في الفيديو كامل ولا تفرجتي في 5 دقائق الاولى ولا 3 دقائق الاولى كيكون شويه المدخول، وما لا تفرجتي الفيديو كامل هذيك اوترا كوزا. ولكن واخا تتفرجوا في الفيديو كامل لا جاب كما قلت لكم 3000 مشاهده حتى 10000 مشاهده كيكون الفلوس قلالين صراحه. ابتداء منين كيتحسب زعني كيكون الفلوس هي ملي كتكون 100000 مشاهده الفوق، لان الفيديو يقدر يجيب لك حتى 100 دولار ولا 150 دولار على حسب كما قلت لكم الفتره ديال الاشهارات ولا الفتره اللي واش فيها اشهارات كما قلت لكم ولا ما فيهاش الاشهارات. يعني انا كنهضر لكم كما قلت لكم على تجربتي الخاصه، كاين فيديوهات اللي وصلوا 100000 مشاهده جابوا الفلوس، وكاين اللي وصلوا 100000 مشاهده وما جابوا حتى شي حاجه، واحد الدبانه ما بان ليها فين توقف غير فوق الكاميرا ديال اللي كنصور. المهم كيف ما قلت لكم البنات ما تديوهاش على هذا الشيء، ما عمركم تسمعوا فلانه اللي قالت لي هذا، ما يعني صراحه اللي جيت نشوف من الاحسن يعني اليوتيوبرز ما نقولوش شحال كنتخلصوا، ماشي انا زعما ما بغيناش نقول لكم باش تعرفوا ولا نو، يعني على الراس والعين، ولكن اشنو هي الفائده تعرفيني شحال كنتخلص وانا ما غنفيدك حتى بشي حاجه؟ يعني راه باين تقريبا الخلاص ديال اليوتيوب، راه باين كلشي عارفه كما قلت لكم تقريبا كيتحسب كل 1000 مشاهده دولار، ولكن على حسب الفتره ديال الاشهارات ولا ما كاينش اشهارات. الا ما كاينش اشهارات راه ما غاديش تجيبي ديك ما وصل لك حتى دولار، وعلى حسب عاوتاني منين كيشوف كل واحد، واش كيشوفك من كندا ولا كيشوفك من انجلترا ولا كيشوفك من المغرب،
كاين شي دول مثلا المغرب ما كتدخلش بزاف واخا المشاهد ديال المغرب ما كتحسبش يعني ما طلعش بالفلوس. مثلا اوروبا كما قلت لكم كندا تقريبا هي اكثر وحده اللي جابوك الناس من كندا كيكونوا شويه الفلوس طالعين يعني على حسب عاوتاني كل بلاصه منين الناس كيشوفوك. لهذا كما قلت لكم ما كنضلش واش هذا السؤال هذا من الاحسن ما تبقاوش تسولوه للناس علاش لانه ما عنده باش يفيدكم. مثلا بغيتوا تدخلوا يوتيوب بداو يوتيوب ما تبداوش بالفكره ديال الخلاص ما تبداوش بالفكره الخلاص الا مشيتوا بديتوا على الفكره الخلاص ما عمركم غتوصلوا ما عمركم غادي تكملوا. انا دابا نجيكم نطرق لكم هذا الموضوع مين نكمل لكم هذا الموضوع. صافي البنات يعني كما قلت لكم كتبقى على المشاهدات على شحال دقيقه شافوا لك في الفيديو ديالك الناس بالنسبه واش عجبهم الفيديو ولا ما عجبهمش هذيك العلاقه لانه غادي تخلص انت الناس فاش كيشوفوا الفيديو هي علاش كتخلص يعني شحال من دقيقه تشاف لك الفيديو ديالك وشحال مشاهدات تشاف لك الفيديو ديالك. كما قلت لكم ولا نقول لكم دابا انا شحال كنتخلص في يوتيوب ما عمري غادي نقول لكم ما عمركم غتعرفوا واخا نقول لكم هذا الشهر الشهر الجاي تيكون حاجه اخرى. مثلا دابا غير واحد الشهر اللي فات ولا ماشي هذا الشهر اللي فات قبل منه وصلت لي تقريبا واحد الثمن عالي واحد الثمن عالي بزاف وبقيت كنقول واو يعني يوتيوب راه فيه فلوس ماشي عالي بزاف نقول لكم مليون ولا جوج مليون نو قال قال بزاف بزاف غير هو بالنسبه لي انا عالي على المولفه كنجيب لاني صراحه انا ما كنجيبش بزاف يعني ما كنتخلص بزاف بزاف في يوتيوب لاول حاجه لاني ما كنحطش فيديوهات بزاف كما كتلاحظوا كنحط داك شي يعني ما كنكثرش عاوتاني شحال من الدقائق على حسب كل مره الفيديو انا كندير فيديو شي حاجه باليوم دقيقه منين كنهضر ماشي كنقول لا خصني نجيب فيه فلان وفلان دقيقه مثلا هذا الفيديو دايره ما قالاش خصني نجيب فيه مثلا ساعه ولا نجيب فيه نص ساعه نو غادي نهضر مع البنات بكل وضوح نشرح لهم كل شيء يجيب لي يجيب جاب شويه جاب بزاف لي جاب مرحبا وديك الساعه كنحط الفيديو وصافي هادشي اللي كيكون كانوا طلعوا ويعني ما جيت فين تخلص انا دوك الفلوس حتى هبطوا لاسفل السافلين يعني علاش شو هاد الدبانه ما بان لي فين الدور يعني علاش لانه الاشهارات هبطوا مثلا وصلت حتى ل 15 في الشهر والاشهارات هبطوا يعني ما جيت فين نوصل انا الوقت اللي كنتخلصوا فيه من يوتيوب يعني ال 14 اللي كيتحبس يعني صافي الادسنس كيحبس لك يعني خلاص ديال يا ربي نهار الاخر ديال الشهر ما تديوش عليا نهار الاخر ديال الشهر هو اللي كيتحبس لك يعني الخلاص في ادسنس تماك يعني هبط الفلوس ما جيت فين تخلص انا دوك الفلوس حتى هبطوا بزاف بزاف كهبطوا بزاف حتى الفلوس اللي وصلت لي يعني مؤخرا كنشدو شهريا يعني علاش لانه في شهر 8 ما كانوش الاشهارات نهائيا يعني كنظن يعني هذا شهر 8 ما كانوش الاشهارات لهذا الفلوس كانوا هابطين بزاف يعني هبطوا بزاف لدرجه اني وصلت حاليا الفلوس اللي وصلت ليهم مي الله بديت يعني المينيمو اللي كاين في يوتيوب اللي كتعرفوا اللي هو 70 دولار يعني انا قلت لكم وضحت لكم مزيان فين وصلت باش تعرفوا يوتيوب ما تعولوش عليه من ناحيه الفلوس يعني هذه ما صافي نجي يعني يوتيوب ما تعولوش عليهم من ناحيه الفلوس لانه مره طالع مره هابط. الناس اللي ضامنين يعني المدخول ديالهم عارفين راسهم كيحطوا الفيديو كيضرب لهم 100000 200000 مشاهده دائما هذوك سي عارفين وضامنين المدخول ديالهم غير هو تما غادي يطبق عليهم نفس القضيه انه ملي كيكون الاشارات راه غيكون طالع الفلوس تبارك الله يقدر الفيديو اللي جاب لهم 200000 السيمانه الاولى ولا 300000 مشاهده راه يقدروا يضربوا فيه حتى 400 دولار 300 دولار 350 دولار على حسب عاوتاني الناس منين كيشوفوهم. ما كانش اشهارات يقدروا يجيبوا فيه قد المشاهدات قد الثمن مثلا 300000 مشاهده 300 اورو ولا 300 دولار يقدر يهبط حتى ل 200 دولار يعني شوفوا كيكون الفرق. صراحه انا ما نقدرش نهضر لكم على تجربه الناس لانني ما عنديش ما عشتهاش كنهضر لكم على تجربتي وتجربه شويه صحباتي اللي كنشاركوا مع بيناتنا يعني اشنو كاين وشنو اللي ما كاينش. اما الناس الاخرين صراحه ما نحكمش انا كنهضر على تجربتي الخاصه. وندوزوا للحاجه الاخرى اللي كتسولوا عليها بزاف 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 البنات وهي لينكس افيليادوس. هاد لينكس افيليادوس هما الليان اللي كتلقاو في لاباغ دانفو كتلقاهم في التحت وكيكونوا مقصره. هاد الليان افيليادوس كيكونوا ماشي الليان اللي كيعطوك كاين شي مرات لامارك كتعطيك واحد الليان ديالها هذيك ما كيتسماش لينك افيليادوس سينو واحد لينك عطاوها لك لامارك باش دوز الناس يدوزوا ليه ديريكت من عندك يشريو ولا مارك كتعرف شحال من واحد الناس شراو من عندك ولا شحال من الناس داروا كليك فوق هذاك هذاك اللينك هذا وديك الطريقه تعرفوا واش يبقاو يديروا معاك كولابوراسيون راه الناس عاجبهم هذاك الشيء اللي هذاك الشيء اللي كتاخذي من عند هذيك لا مارك ولا لا وكيبقاو يزيدوا يديروا معاك كولابوراسيون. الا حتى واحد مهتم بديك لا مارك مثلا ديالهم وضغط على هذاك اللينك ودخل شرا من عندهم يعني كيعرف انك انت الناس اللي عندك ما كيهتموش بداك الشيء اللي كتوري للناس لهذا ما كيبقاو يقدروا يبغاو يبقاو يديروا معاك كولابوراسيون لان عاجبهم لا مارك ديالهم تبان عندك لانك عندك واحد المحتوى زوين يقدر صافي يلغيوها لانه ما كيستافدوا حتى شي حاجه على حسب كل ماركه وشنو كيعجبها الدير. ولكن كاين لينك اللي كنمشيو حنا مثلا امازون نعطيكم واحد سميتو واحد الفكره كنمشيو لامازون حنايا كيوتيوبرز ولا كبلوغ تكوني بلوغر ولا تكوني انستغرامر يعني كتمشي كتقولي راه عندي واحد السيت
سيت انترنت ولا عندي واحد ريد سوسيال اللي كنشارك مع الناس وهذا، واش تقدروا تعطوني يعني هذيك لوبسيون ديال ندير يعني لاباج ديال الافيليات؟ صراحه ما عرفتش نشرح لكم بالعربيه مزيان، يعني هادشي كلشي كنديروا بالاسبانيول. لهذا كتمشي وما كيبقاو يعطوك واحد اللعيبات كتعمريهم وكيعطيوك صافي، تقدر تهزي اي ليان مثلا من امازون افيليادو. هذاك اللي انا كنحط لكم مثلا دابا نحط لكم جوج في لاباغ دانفو كنظن ديال الكاميرا وديال الرينغ الا بغيتو تشريوه. مثلا ضغطوا على الرينغ وشريتوه، نقدر انا ندي ما عقلتش واش 3% ولا 10%، ما عقلتش صراحه لاني مركزتش، انا بغيت نجربها صراحه، جاني الفضول بغيت نجربها باش نقدر نهضر لكم على تجربتي. يعني نتوما ملي كتضغطوا كتشريو من هذاك اللي خليت لكم انا، يعني انا كندي واحد النسبه ديال الفلوس. يعني هادوك هما اللي كيتسموا لينكس افيليادوس. كما كتلاحظوا كاين بزاف ديال اليوتيوبرز هما ما كيكونوش دايرين كولابوراسيون، غير كيشاركوا معكم لي برودوي ديالهم ولا لي باج ولا ما عرفتش شحال حاجه، يعني كيكون حاطينهم في لاباغ دانفو. نتوما ضغطتوا على ديك الحاجه راه هما يعني شريتو، ماشي ضغطتوا صافي. الا شريتو من ديك من داك اللي خلاو لكم هما كيديو واحد شويه ديال الفلوس، واحد 3% مينيموم، وكنظن كاين شي وحدين كيديروا حتى 12%، ولكن 12% كيكون شي حاجه قليله، اغلى يعني الناس قليله اللي كيديروا القضيه، ولكن 3% تقريبا هي اللي كيديروا كلشي. يعني 3% لا خديتي شي حاجه دايره 100 اورو، يلاه كتربحي 3، يلاه انت كتربحي 3 اورو، يعني شي حاجه قليله بزاف. غير هو كيدير مثلا الناس اللي عندهم الناس كيشريو بزاف من هذوك اللي كيحطوا ما يقدروا يربحوا واحد شويه ديال الفلوس، ولكن ماشي بزاف. يعني هادو هما اللينكس افيليادو البنات اللي كيكونوا في لاباغ دانفو ديال اليوتيوبرز، ولا كيحطوهم حتى في البنات في الانستغرام في الستوري ديالهم وداك الشيء. واحد النقطه اللي كتسولوا عليها بزاف البنات اللي هي اوتونوم، يعني تكونوا عندكم الخدمه ديالكم الخاصه. كانوا قالوا لي واحد المره البنات اللي هي مقاول، ما عرفتش صراحه واش هي مقاول، المهم كنتو قلتوا لي راه اوتونوم هي مقاول. يعني اوتونوم بالنسبه لي نشرح لكم انا بالدارجه بالعربيه تعرفت، هي ملي كتكون عندك خدمتك الخاصه، يعني منك الصغوره ومنك كلشي كتخلصي المسائل ديالك بوحدك، يعني ما كتكونش خدام مع شي واحد سينو خدامه تاع راسك، ومع انك توصل لواحد الخلصه يعني محدده كتولي تخلصي على الضرائب، كتخلصي الفاكتورات ديالك. المهم كيرجعوا لكم، مثلا شريت انا دابا كيوتيوبرز نقولوا وصلت كنتخلص داك الثمن اللي كاوتونومو شهريا، وليت كنشدو شهريا، مثلا خديت هذا الرينغ هذا نقدر نرجع واحد النسبه ديال الفلوس ليا، لانني خديته كمنتج لخدمتي. يعني اي حاجه خديتها كتخص يوتيوب، هادشي التصوير ولا اي حاجه، مثلا كاوتونوما كيرجعوا ليا ملي كندير رينتا كيرجعوا لي واحد النسبه من هادشي. يعني هادشي كيديروه الناس اللي اوتونوما، انا ماشي اوتونوما لاني باقي ما وصلتش، ما كنتخلص واحد الخلصه اللي هي ديال الخدمه. هنايا في اسبانيا تقريبا كما كتعرفوا 500 وشي حاجه هي اللي كاينه في الكومبيني كوليكتيفو ديال اي خدام يقدر يوصل ليها، صافي كتسمى يعني خلصه 521، ولكن انا ما وصلتش هذوك الفلوس وخصك تشديهم يعني شهور متابعين. يعني واحد صافي وليتي مثلا شديتي واحد شهور متابعه صافي خصك ديري اوتونومو، لانك كتشدي واحد الخلصه. هذه كنظن لانك هنايا كيف ما قلت لكم كطرابا خاضر، منين كتشدي كتسمى هذيك خلصه 520 اورو كنظن كتسمى صافي خلصه. يعني لو وصلتي لها يعني وليتي كتشديها مدومه خصك ديكلاري. يعني هذا على حد علمي، انا ما نقدرش نقول لكم شي حاجه كما قلت لكم لاني هذه ما جربتهاش، مي كاوتونومو يعني في يوتيوب الا وليتي كتخلصو خصك دير اوتونومو، واي حاجه خصك ديكلاري بها. يعني شريتي كما قلت لك هادشي ديكلاري بيه باش يرجعوا لك في الرينتا ديالك. مثلا درتي شي كولابوراسيون ولا باتروسينيو خلصاتك شي ماركه خصك ديكلاري بها هادشي قانونيا، يعني الا بغيتي تتبعي القانون. كما قلت لكم ان شاء الله منين غادي نجرب وتكون عندي تجربه انا ان شاء الله غادي نحكي لكم على تجربتي، ولكن حاليا انا ما كنتسماش يعني اوتونوما، ما كنتسماش بحالي انا يلا كنشد واحد المدخول اللي كنعاون به راسي وصافي. يعني بحالي مدخول بحال ملي كتخدمي مع افون ولا اوريفلام كيدخل لك واحد المدخول كتعاوني به راسك تشري به داكشي اللي بغيتي. انا حاليا هادشي كيدخل ليا كنحاول نشري به الماتيريال ديال التصوير باش يكون عندي واحد الكاليتي مزيانه، ومن بعد ديك الساعه الى وصلت لواحد الخلصه اللي كتسمى خلصه ديال الخدام ولا خدامه في اسبانيا، ديك الساعه اكيد راني غادي نمشي نسول اسيسور. من الاحسن البنات اللي كنتو في هذا الميدان وليتو يعني كتشدو يعني واحد الخلصه اللي هي متابعه، من الاحسن تمشيو عند اسيسور وتسولوه ويعطيكم جميع الانفورماسيون. ان شاء الله انا هادشي اللي غادي ندير، يعني ولو ما نوصلش الصراحه من هنا شهرين وثلاث شهور نقدر نمشي نسول غير باش تكون عندي واحد الفكره، لان الصراحه دخلني الفضول اشنو خصني ندير. يعني لو وليت كنشد يعني 500 اورو الفوق ولا وصلت ل 1000 اورو ولا، يعني خص الانسان يكون عارف شنو كيدير، ماشي غير نبقى نشد انا 500 كل شهر كل شهر ومن بعد يعني طيح عليا شي ضريبه ولا شي حاجه وتصدقوا فيما هي والوانها. ولهذا من الاحسن نمشيو نسولو اسيسور، لا عندكم اي حاجه سولو اسيسور، من الاحسن من الاحسن من الاحسن، لانه كل واحد وكيفاش. وندوزو للحاجه الاخرى اللي كتسولوا عليها بزاف، واش انا كنعيش من يوتيوب؟ كنظن الى واش كنعيش من يوتيوب ولا لا جاوبتكم عليها في هذا الشيء كلشي اللي هضرت فيه. انا ما كنعيش من يوتيوب كما قلت لكم، لاني حيت الان الخلاصه اللي كنشد هو شي حاجه قليله، كما قلت لكم يلاه كنعاون بها انا راسي باش نشري بها الماتيريال ديال سميتو ديال التصوير والحاجات اللي كيعجبوني خاصه بالتصوير. يعني بحال قلت واحد مدخول قليل بزاف، لهذا
ما كنعيش من يوتيوب امبوسيبل نعيش من هادشي اللي كيدخل ليا دابا، لانه يلا يمكن نشوفوا شوفوا واش نقدر نشري به نقولوا الماكله ديال شهر يعني نشوفوا شوف، لانه ماشي واحد المدخول كما قلت لكم قليل بزاف، على حكم اني ما كنحطش الفيديوهات بزاف. بالنسبه للناس اللي كيحطوا فيديوهات كل نهار سي كاين مدخول، يعني جربت هادشي انا فاش كنحط فيديو كل نهار وكيدخلوا الناس يشوفوهم كيكون مشاهدات كيكونوا طالع الفلوس، ولكن كما لاحظتوا انا ما كنحطش فيديوهات كل نهار لاني وليت كنركز اكثر على الكاليتي، بغيت نقدم شي حاجه زوينه ماشي غير كل نهار نحط بلا فايده، نو سينو بغيت نحط بشي حاجه اللي تكون مزيانه، شي حاجه اللي انا فاش بديت يوتيوب كنت كنامن بها وكنفكر بها، يعني بغيت نحط شي حاجه مزيانه اللي تفيد الناس ماشي غير كنحط وصافي باش نربح الفلوس، لان الفلوس كيمشي وكيجي ولكن كتبقى المحتوى اشنو فيه كيبقى المضمون هو المحتوى صراحه بالنسبه لي انا، وهذه وجهه النظر ديالي انا. وندوز الحاجه الاخرى البنات هي الكيت ديال غراباسيون كايوتيوبرز، اشنو هي الحاجه اللي بغيتو تبداو تصوير، اشنو هي اول حاجه خصكم تبداو بهم؟ مثلا فكرتوا تبداو ديروا فيديوهات في يوتيوب، نقول لكم انا باش بديت شخصيا بديت سامسونج برايم هو اللي كان عندي هو باش بديت، ولكن صراحه ما درتش به فيديوهات بزاف على حكم انه تهرس من الزهر، ومن بعد شريت الايفون، ولكن انا باش شريت الايفون كانت عندي الكاميرا قبل، بديت الكاميرا مورا السامسونج، بديت كنصور الكاميرا ديال كانون اللي هي كاميرا صغيره ما عنديش على يدي منوريها لكم، كاميرا صغيره اللي كتكون عند اي بنت، ولكن صراحه الكاليتي ديالها مزيانه، كنصور بها تصويرات هكا خرجنا ولا فيديوهات، ولكن صراحه كانت الكاليتي ديالها مزيانه غير مقارنه مع الشيء من بعدها لا علاقه يعني، ولكن الكاليتي ديالها كانت واعره زوينه اصلا كما راكم كتعرفوا كانون ما كانتش شي حاجه قديمه بزاف، مي ما كانش يعني خاصه بالتصوير بروفيسيونال سينو بالتصوير الخاص وصافي. هذيك هي باش بديت يعني فيديو اغلبيه فيديوهاتي اللي شفتو ديال ميركادونا داكشي كانوا هذيك الكاميرا، بديت كنصور بها. من بعد صراحه بغيت نشري شي حاجه تكون برو، شريت الكانون اللي هي صراحه ما داتش واحد المده وهي تهرس، يلا بديت نفرح بها وهي تهرس ليا وصافي، بديت دابا كنخلص بديت دابا كنصور غير بالايفون ديالي صافي اللي هو الايفون 7 بلس، صراحه التصوير ديالو زوين كيف ما كتلاحظوا كاليتي ديالو مزيانه، مي صراحه الكانون حسن منه بألف درجه، لهذا ان شاء الله ملي غنصوبها ومني غادي ان شاء الله يكون عندي واحد اسميت واحد البروغرام ديال المونتاج زوين ديك الساعه ان شاء الله غادي نصاوبها ونبدا ندير لكم فيديوهات احسن بألف درجه، لكن دابا واخا هكا كنحاول ندير فيديوهات زوينين بزاف 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 واخا غير بالايفون. كيما قلت لكم لو تبداو تقدروا تبداو غير بالسامسونج بلي عندكم اي تليفون عندكم، ولو غير تكون الكاميرا ديالو شويه واضحه، مثلا بغيت بويا عواطي باش نشري واش الكاميرا ولا الاضاءه ولا تليفون زوين، انا مثلا الا بغيت نبدا من الاول غادي نبدا بتليفوني دابا كتجربه وغنشري اضاءه زوينه، اضاءه زوينه شي اضاءه اللي تكون زوينه، الا كانت الاضاءه زوينه التليفون واخا تكون الكاميرا شويه عيانه ديك الاضاءه كتبين داكشي واو، يعني كتعطي واحد الصوره زوينه كتبان الكاليتي مزيانه، لهذا الا بغيتو من الاحسن ان كان انفيرسيون حسن نسبقوا الاضاءه ومن بعد الكاميرا، مثلا نبداو بالتليفون ديالكم. الاضاءه اللي غتحتاجوا غتحتاجوا مثلا الرينغ، انا حاليا كندير غير بالرينغ لانني كنركز غير على هذا وكنصور في الصباح، بالحق الا كنتو تصوروا حتى بالليل غير خصكم الرينغ وغير خصكم جوج هذوك اللي كيكونوا بحال المضله، انا نخلي لكم في لا باغدام فولا لقيتهم، والرينغ اصلا راني حاطاه لكم اللي خديت انا يعني كامل مكمول، ولا غادي تاخذوا ثلاثه من هذوك اللي كيكونوا ديال المضله يعني جوج من هنايا وواحد من الوسط. بالحق الرينغ باش زوين بالنسبه لك انتو بغيتو ديروا التوتوريال ديال المكياج غتحتاجوا غير هو لانكم كتقربوا بزاف وكيبين داكشي زوين، ولا بحال هكا غير الهضره وصافي، ولكن في الصباح مي الا كنتو بغيتو ديروا بالليل درتو غير الرينغ تتبان التصوير عيان، جربتها لا علاقه يعني خصكم ضروري هذوك جوج اللي كيكونوا دايرين بحال المضله من هنايا من الجنب باش تجي الاضاءه واعره وزوينه، لهذا كما قلت لكم كنصيحه لو تبداو ما بغيتوش تخسروا فلوس بزاف بزاف ركزوا على الاضاءه، ما بغيتوش تشربوا حتى شي حاجه تبداو غير بالتليفون بداو بالاضاءه ديال الشميشه ديال الله سبحانه وتعالى، ما يكون نهار يعني مضوي بداو في الصباح، يا اما تصوروا الفيديو في الصباح يا اما في العشيه يعني قبل ما تغرب الشمس، يعني حاليا دابا مثلا في سبتمبر مثلا مع جوه هذيك الخمسه سته ماكسيموم سبعه بوركسينو الاضاءه صافي كتولي بحال خايبه ما كتبقاش زوينه، وتكونوا قدام شي باب ولا شي شرجم كيدخل الضوء مزيان، ولكن صراحه احسن اضاءه يعني بلا والو هي ديال الصباح، ديال الصباح كتكون زوينه بيضاء وكتعطي واحد الاضاءه زوينه يعني داكشي اللي كتوري ولا لوجهك ولا يعني كتبان اضاءه زوينه ديال الله سبحانه وتعالى هي ديك احسن اضاءه، ولكن على حكم الناس ما كنقدروش نصور ديما في واحد الوقت محدد، لهذا ضروري من الاضاءه هذه اضاءه كنشريو يعني، هذا هو اقتراح ديالي هو انكم تبداو البنات باضاءه، ولا كيف ما قلت لكم تركزوا على الصباح باش ديروا الفيديوهات ديالكم، وشويه بشويه ديك الساعه زيدوا طوروا من راسكم، لانه صراحه حتى حاجه ما كتجي دقه وحده، شويه بشويه والانسان كيبقى غادي وكيطور في راسه، المهم هو المحتوى شنو كنقدموا للناس هذاك هو اللي مهم. كيفاش كندير يعني انا بغيت نهضر لكم اليوم على يوتيوب وكل شيء يعني على الكريتيكا شنو يعني التعاليق الخايبه، يعني لاحظتوا انا ما غاديش تلقاو عندي تعاليق بزاف خايبين، و
اغلبيه المرات اللي كيجيو كنمسحهم هما تعاليق ما كيحتارموش، يعني كيحكوا ما كيعرفوك حتى شنو انت شكون انت وهذا، يقدروا يكتبوا لك شي حاجه خايبه، هذوك كنمسحهم بلوك صافي بلوك بلوك، وكانت هنا في راسي. والناس اللي كيبغيو غير يجرحوك ولا يطيحوا منك هذوك خلاص ما حتى هما بلوك، لاني ما كنبغيش نشوف انا اصلا في حياتي ما كنبغيش نشوف الناس النيجاتيف، لانه الناس نيجاتيف كيدوزوا لك حاجات نيجاتيف، يعني مادام كتهضر معاك سلبي غتولي حتى انت سلبيه. لهذا ملي كنشوف شي واحد انا في حياتي كامله شي واحد نيجاتيف ما كنبقاش انا ما كنحمش نتواصل معاه حتى، يعني التواصل صافي سلام سلام صافي. يعني كيعجبني الناس بوزيتيف اللي كتقول لي الحاجه كتقول اه جربي اه بداي اه كملي. وهاد الناس اللي كيكونوا في اليوتيوب بحال هكا في التعليق كاين شي وحده كتجي كتقول لك اش كتخربقي ولا اشنو هذيك الحاجه ولا شنو ديك ما نعرف، يعني بين الناس اللي كيبغيو ينصحوك يقول لك مثلا عواطف عافاك نقصي الاضاءه راه جات مجهده، ما عندك كيجي اليوم مجهده تقول لي بصحني تنقصيها ما حقاش ما شفتش الصراحه، عواطف نقصي الاضاءه راه مجهده صراحه راه ضرتني في عيني عافاك وسمحي لي، يعني راه غير هذه قلتها لك نصيحه لاني ما قديتش نكمل الفيديو. واحد يقول لك مالكي مجهده ديك الاضاءه شنو باغا تباني بيضه بزز منك، ولا نقولوا حنا كتعليق راكم عارفين حنا مغاربه كيفاش كنهضروا، يعني شي تعليق يعني باغا تجرحك ماشي باغا تنصحك، سينو باغا تبين لك طيح منك انت على علاقه وداكشي اللي كديري راه لا علاقه، يعني هذاك النوع ما تسمعوش ليه الا كنتو غتبداو في يوتيوب ما تسمعوش ليه، يعني سدوا ودنيكم مسحوا بلوك تهناو. احسن حاجه دارها يوتيوب هو انه كاين هذيك القضيه ديال بلوك، واخا ما غتقدريش تقدر تدخل من جهه اخرى ولكن بعدا بلوك 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 تيوليو يتفرجوا وهما ساكتين، الاحسن عرفهم ما كاينينش حنايا في هذه الحياه هذه من الاحسن. وصافي كما قلت لكم اما الكريتيكاس اللي هما يعني الناس اللي كيكتبوا لك تعاليق باش تحسني من راسك، هذوك اكيد احترم كنحترمهم وكنحاول نيت بصح منين كنشوف شي حاجه مثلا الاضاءه مجهده كنقصها في الفيديو ماجي، كنشوف شي حاجه كنهضر بالزربه في شي حوايج كنحاول نهضر شويه باش الناس يفهموني، يعني المهم كاع الحاجات اللي كنعرف اني كنديرهم والناس كيهضروا بكل احترام باش نحسن من قناتي باش نزيد القدام احترم ذلك، وكنحاول نيت بصح نحسن من راسي. بالحق الناس اللي كيبغوا يقولوا لك هذاكشي غير باش تطيحي وتحبسي ولا باش المورال ديالك كيترون، هذوك ما بقيتش كنديها فيهم نهائيا وكنصحكم ما ديوهاش فيهم، ديرهم ما كاينينش، يعني ديرهم ناس ما كاينينش غير ناس الله يشافيهم وصافي. هادشي اللي نقولوا كيبغيو هما سلبيين كيبغيو يدوزوا لك هذيك الطاقه السلبيه، لهذا من الاحسن مسحوهم مسحوهم من حياتكم خليهم يتبخروا في السماء البعيده. وندوزو الحاجه الاخرى البنات اللي هي واش خص ضروري، هذا واحد السؤال سولته لي واحد البنت في الانستغرام، هي واش خص ضروري تكون عندك كوينتا بنكاريه. كوينتا بنكاريه ماشي ضروري، لانك فاش كتبدي اول حاجه فاش كنبداو كاملين ما كنتخلصوا حتى شي حاجه، يعني حتى نبقاو شهوره وشهوره عاده باش كتولي تدخلي شي حاجه، ديك الساعه غادي تحتاجي وديك الساعه كيقولوها لك هما كيقول لك راه يصيفط لك هذيك الورقه ديال ادسنس، وديك الساعه كتدخلي الكونت ديالك. اما كبدايه ما تحتاجيش حتى شي حاجه، ما كتحتاجي حتى حاجه حتى شي حاجه، كتبدا خصك تحتاجي غير تحطي فيديوهات 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 حتى قبلك ادسنس، وديك الساعه غتحتاجي غير الكوينتا بنكاريه كتدخلي عندهم وصافي، ديك الساعه هما كيقولوا لك شنو خصك ديري، شحال خصك مشاهده باش تبقاي تخلصي. هذا جاني حتى واحد السؤال في انستغرام صراحه، مشاهده على ما سمعت هو انا خصك عندك 4000 ساعه باش ادسنس يقبلك، شحال هذه ما كانش واش بديت انا ما كانش مابقيتش عقلت ما كانش لا ما كانش كيخصك يمكن توصل غير 1000 مشاهده في الفيديوهات ديالك ولا ما نعرف مده شهر ولا ما نعرف ما عقلتش صراحه بالضبط، ولكن دابا ولات 4000 ساعه باش يوتيوب يقبلك في الادسنس باش تبداي تخلصي، يعني ما توصلي 4000 ساعه صافي كتصيفطي الادسنس ادسنس كيقبلك وصافي وكتبداي تخلصي، يعني ديك الساعه اي فيديو حطيتيه 1000 مشاهده كتدخلي عليها 0. شي حاجه ولا دولار ولا اللي كتعرفوا الدولار راه قل من اورو نقص على الاورو طايح، تقدروا تدخلوا 0.3 سنتيم مثلا في القناه يعني انا ديال الاسبانيول، دابا دخلت تشوفوا الخلاص يعني 0. ما عرفت كدا 70 ولا كدا، دابا لقى 3 لحقاش مابقيتش كنحط ولا صفر، لان ما كنحطش فيديوهات ولو عندي فيديوهات تماك برمعا ما كنحطش صافي كيهبط يوتيوب، خصك ديما تحطي سينو كيهبط لك داكشي لتحت بحال اللي ما درتي حتى شي حاجه. واش بصح خصك تشري المشاهدات ولا المتتبعين؟ هذا السؤال في الانستغرام اللي صراحه استغربت نو، يعني لانني انا كون كنشري نشري صراحه ندخل بعدا واحد 100000 مشاهده ونولي وصلت المليون متتبع في القناه ديالي بالفرحه عليا، ولكن اكيد صراحه واخا يكون عندي فرصه ما غاديش نشري، لاني بغيت يكون داكشي حقيقي ماشي مزور، بحال اي حاجه بحياتي كنبغيها تكون حقيقيه ماشي غير المظاهر وصافي نو، خصو يكون داكشي بصح بصح، يعني نحس بيه الناس كيبغوني بصح ماشي انا شاريه داكشي نو، ماشي كلشي كيتشرى بفلوس صراحه، يعني حب الناس خصو يكون حقيقي ماشي كيتشرى. ولكن سمعت انه كاين بزاف ديال الناس اللي كيشريو مشاهدات واللي كيشريو المتتبعين، ولكن انا صراحه ما شارياش وما تنعرفش واحد شخصيا كيشري داكشي ولا كيدير داكشي، سينو كنسمعوها ولكن كنسمعوا اغلبيه الناس كيديروا شي فنانين باش زعما يبانوا راه جابوا المشاهدات بزاف في الفيديوهات ديالهم كذا، ولكن غير كنسمعوا كما كتعرفوا كنسمع كما حتى نتوما كتسمعوا، ولكن اليوتيوبوز صراحه اليوتيوبوز المغاربه ديالنا ما عمري سمعت يعني بشي واحد كيشريهم، ما عمري سمعت حتى السمع ما عمري سمعت، يعني هذا صراحه جاني واحد السؤال اللي هو غريب شويه.
صافي البنات كنظن اني جاوبتكم على تقريبا كل شيء تقدروا تحتاجوه في هذا الميدان ديال اليوتيوب. الا نسيت شي حاجه قولوها لي في التعليق. لحقا صراحه كنظن جاوبت كل شيء، جاوبت الماتريال، جاوبت الخلاص، جاوبت تقريبا حاولت نطرق لكل شيء اللي قدر اللي كيجوني اسئله نهار على نهار ولا هكا كما قلت لكم في الخاص ديال الانستغرام. كنتمنى تكونوا غير استفدتوا صافي شي حاجه من هذا الشيء. وكيف ما قلت لكم ما تركزوش على هذه القضيه ديال الخلاص، انا اكثر حاجه كتركزوا عليها فاش تبغوا تبداو في يوتيوب ديالكم ولا في القناه ديالكم، بداو بحب، بداو بداك الشيء اللي كيعجبكم، ما تتبعوش الموجه اللي كاينه حاليا اللي هو نديرو بحال بحال نو. حاولي تركزي. اكيد دابا انا اللي هو كندير بحال الناس، ولكن كندير داك الشيء كيعجبني، ماشي حقاش يوتيوب دابا بغى مثلا ندخل حياتي الشخصيه خصني انا ندخل حياتي الشخصيه نو. ديروا داكشي اللي كيعجبكم، ما ديروش داكشي اللي الناس دايرينو وكتشوفوهم طالعين، نو ديروا داكشي اللي كيعجبكم، يقدروا نتوما تميزوا بداكشي اللي كيعجبكم والناس يوليو بغيوكم كثر وكثر لانكم عندكم واحد الحاجه خاصه في قناتكم. لهذا عندكم شي حاجه متميزه تشاركوها مع الناس، شاركوها مع الناس، شاركوا مع الناس مثلا كيعجبك الماكياج شاركي مع الناس، كيعجبك الحوايج شاركي مع الناس. انا صراحه اكثر فيديوهات دابا اللي كيعجبوكم في هذه القناه هي التنسيقات اللوك بوك، وهي اكثر حاجه درتها وخايفه يعني يجوني التعاليق خايبين يقول لي العواطف شنو كتخربقي. تخيلوا البنات، لانني كنت يلاه بديت في الحجاب، يلاه بديت في الحجاب وما كنعرف صراحه نسق مزيان، حيت الان عاد بالي باقا ما كنسقش مزيان صراحه، وكنت كنقول غادي يجوني يعني كريتيكات بزاف. وسبحان الله صدق هذاك هو اكثر فيديو عجب الناس، لاني يعني صراحه انا من اكثر حاجه كتعجبني في حياتي، يعني اكثر حاجه كتعجبني كشخص هي الحوايج، نشري الحوايج، ندير تنسيقات زوينين، نلبس مزيان، نتهلا براسي، يعني شي حاجه اللي كتعجبني من القلب، فهمتوا؟ لهذا ملي شاركتها معكم اللي كانت كتعجبني، ولكن خايفه ما تعجبكمش نتوما. وصدقات هي اكثر حاجه عجبتكم، اكثر حاجه تميزت بها القناه ديالي. لهذا اللي عندكم شي حاجه متميزه فيكم وكتعجبكم شاركوها مع الناس، يقدر نتوما لانكم كتحبوا هذيك الدرجه تتحببوا حتى الناس فيها. وصافي صحباتي العزاز، كنتمنى الفيديو ديال اليوم كنت استفدتوا منه ولو غير القليل. بوسه كبيره لكم، تهلاو براسكم حتى نتلاقاو في الفيديو ولا في فلوغ ولا في انستغرام دابا نيت. بوسه كبيره لكم حتى نتلاقاو، باي باي.